بالنسبة للمرحوم الله يرحمه برحمة الله، كان إطار عالي في الإدارة العامة للأمن الوطني، أدى الواجب ديالو بصدق وأمانة، الله يرحمه ويغفر له ويصبر وليداته ويصبر عائلته الصغيرة والكبيرة. ما كتعرفوا هذه سنة الله في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، كذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كذلك الذين إذا أصبتم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إنسان هذا مسار ديال الحياة، خصو يؤدي الواجب ديالو بصدق وأمانة، خصو يحترم الناس، خصو يبغي الناس، خصو يكون إيجابي، خصو يحاول يكون يعني في المستوى العالي، لا في السلوك ديالو ولا في العمل ديالو ولا في الاحترام ديالو للمواطنين ولا للزملاء ديالو، وبصفة عامة هادشي اللي لمسناه في المرحوم الله يرحمه برحمة الله. وعزاؤنا واحد، تبارك الله عليك.